الدكتور أحمد الشعراوي المستشار المالي والاقتصادي ونجل إمام الدعاء سيدنا ومولانا الشيخ الشعراوي رضي الله عنه، أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا بك دكتور، ولا فض فوق جزاك الله. نحن نتلمس من مواريثكم، نتلمس من مواريثكم الجمال والجلال. نعم، عندما نتحدث عن فضيلة الإمام الشيخ إمام الدعاة رضي الله عنه، فإننا نتحدث عن مواريث النبوة التي تجسدت في القرآن وإيصاله للناس، عوام الناس، بثلاثة وسهولة وبساطة. نتحدث عن فضيلة الشيخ الشعراوي رضي الله عنه، ونتحدث عن رجل نستطيع أن نصفه بأنه كالشمس للدنيا والعافية للناس. نتحدث عن الشيخ الشعراوي رضي الله عنه، ونتحدث عن رجل جمع بين العلم والولاية والمكاشفة. نتحدث عن الشيخ الشعراوي رضي الله عنه، ونتحدث عن رجل بنى لمصر مجدا أخلاقيا وروحيا. وفي ثنايا حديثنا عن خطبة عرفات سيد الكريم الدكتور أحمد الشعراوي، نعلم أن ابتعاث سيدنا الشيخ الشعراوي كان في خمسينيات القرن الماضي، فهل كان الابتعاث لإلقاء الدروس العلمية في المسجد الحرام، ثم وقع الاختيار بعد ذلك على فضيلة الشيخ رضي الله عنه لإمامة الحجيج؟ الحقيقة بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين صلى الله عليه وسلم، سيدنا وحبيبنا الحبيب المحبوب، ناصر الحق بالحق، وشفيع الأمة، وقائد الغور المحجلين صلى الله عليه وسلم. بداية يا دكتور، بعثة الشيخ للمملكة العربية السعودية كانت عام 1950، نعم، كأستاذ للشريعة الإسلامية بجامعة أم القرى. نعم، ومن الغريب أن فضيلته كان متخصص في اللغة العربية. نعم، إلا أنه اضطر بتكليفهم، نعم، أن يدرس مادة العقيدة. ما شاء الله، وبتوفيق الله وعونه ومدده، وقد تفوق فيها لدرجة أنها للتقدير واستحسانا للجميع. ما شاء الله. وفي مكة المكرمة وفي ساحات الحرم المكي كان يجتمع الشيخ مع طلابه ومريديه ونظرائه من العلماء والمشايخ، كما كانت التكية المصرية في تلك الأوقات منارة للعلم والندوات والمحاضرات الدينية والفقهية وكل المناحي العلوم الشرعية. نعم، كان الابتعاث لم يكن الابتعاث لإلقاء الدروس العلمية في المسجد الحرام، كان الابتعاث كأستاذ في كلية الشريعة بجامعة أم القرى. نعم، سنة 1950. خطبة عرفات كانت 1976 أعتقد. 76 يا فندم. وحضرتك كنت مرافق لفضيلة الشيخ. إن شاء الله. غنيا عن الذكر. نعم، أن موقف فضيلة الشيخ من مقام إبراهيم، نعم، مقام سيدنا، نعم، إبراهيم، نعم، والدفاع عن ضرورة وجوده في مكانه، نعم، أعتقد أن هذه من أهم النقاط التي نشرف ويشرف بها الشيخ. يمكن حضرتك تذكرنا بهذا الموقف إن أمكن؟ الحقيقة أن كان تقرر نقل مقام سيدنا إبراهيم من مكانه الحالي، نعم، إلى مكان آخر لتوسعة، نعم، المطاف، حتى لا يتعرض الناس لأي ضرر والازدحام. نعم، والازدحام. والازدحام. نعم. فالشيخ كان في أجازة في مصر ورجع، فلقى أن في تجهيزات أن هيتنقل الكلام ده، نعم، سارع إلى مكتب التلغراف وبعث برقية، نعم، لجلالة الملك، نعم، يصف فيها ان لا يصح ان احنا نقل بان نقل مقام ابراهيم، مقام لانه مكان ومكين ومكين، نعم، مكان ومكين، واجعلوا من مقام ابراهيم مصلى، واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى. نعم، آه. نعم، معلش بقى لا. طبعا احنا المفروض في وجود العلماء امثالكم في هذا موقف جزاكم، ولكن دعنا نتجرأ عليك شكرا. جزاكم الله خيرا يا سيدنا. فالحقيقة استجاب جلالة الملك لهذا، نعم، وعمل لجنة،
تناقش الشيخ واستقر الرأي أن هو يبقى مكانه. ودي كان يعني من 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 فضل وكرم ربنا على فضيلة الشيخ. نعم يعني أنا وكان المشكلة إن هم كانوا بيقولوا إنها بتعوق الحجيج. نعم. فاخترع عليه أن تكون أسطوانة. نعم. وليست مربع أو مكعب. نعم. أسطوانة زجاجية ويوضع فيها المقام. المقام. نعم. بحيث إن هي ما تبقاش إيه معيقة أو تسبب ضرر للحجيج. نعم. وتم الكلام ده الحقيقة يعني. وأنا أعتقد يعني هذا الموقف لما بحثت فيه استدل مستشار الملك بواقعة بطلها سيدنا عمر بن عبد العزيز لما أشار على النبي صلى الله عليه وسلم بأن ينحي المقام جانبا وأن يتخذ من مكانه مصلى. واستند أيضا سيدنا الإمام الشيخ الشعراوي بواقعة بطلها أيضا سيدنا عمر بن الخطاب رضوان الله عليه. هو كان المقام في كان حصل سيل من السيول. نعم. واختفى المقام. نعم. أزيح مع السيل. نعم. ولكن في بعض أحد الصحابة كان يحتفظ بحبل فيه المقاسات. الصحابي الجليل عبد المطلب بن وداعة السهمي. تمام يا فندم. نعم. طبعا يعني ما هو ده الفرق بين المقلدين أمثالنا. نحن نتعلم أمثالكم. جزاكم الله خيرا يا سيدي. سيدنا عمر بن الخطاب أقر وجوده. نعم. في مكانه. نعم. وعاد إلى مكانه. وعاد إلى مكانه. نعم. وربنا وفق وخلى المواضيع تستقيم. نعم. إن شاء الله. بالنسبة لخطبة عرفات يعني من هو صاحب الترشيح لفضيلة الإمام ليكون إماما للحجيج يوم عرفات؟ الحقيقة احنا كنا في منى. نعم. يوم التروية. نعم. وأتى معالي الدكتور محمد عبده يماني وزير الثقافة السعودي وزير الإعلام. نعم. رحمه الله. رحمه الله. وكان الدكتور محمد عبده يماني من تلامذة الشيخ المخلصين وكان من المفكرين الإسلاميين وله كتابات كثيرة. نعم. في مناحي كثيرة. نعم. ويعني ومتصوف على درجة عالية من التصوف. نعم. فأخبر الشيخ أن هو يعني مرشح أن هو من جلالة الملك أن هو يؤم الحجيج يوم عرفات ويخطب خطبة عرفات. الحقيقة الشيخ امتنع. نعم. طيب وكان دايما يقول ايه يعني دي دايما في الاخوة السعوديين ولا تقحموا على الناس اماكنهم الكلام اللي هو ادب العلماء ادب العلماء. آه. وفضل العلماء. نعم. ولكن الاصرار ورغبة جلالة الملك ان هو لازم هو اللي كذا فوافق على مضض ودعا ان يوفقه الله الى هذا. نعم. ومن نافلة القول يا دكتور معلش لا تفضل ان من اطلق لفظ خادم الحرمين الشريفين بدلا من جلالة الملك هو الشيخ الشعراوي. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. وتنسب اليه يعني. والحقيقة ان الحديث عن فضيلة مولانا الشيخ الشعراوي حديث طويل وحديث يعني لا ينقضي ابدا ونأمل ان شاء الله ان احنا نستطيع ان نواصل هذا الحديث.